لو الإشاعة تتعلق بالكلاس أو بالمسؤولين في المدرسة برجع للمسؤولين. يعني إحنا الجروب المفروض في جروب للكلاس غير جروب الماميز. جروب الكلاس بيبقى فيه المدرسين اللي بيدوا في الكلاس مع البنتي، وبيبقى فيها وكيلة الوكيلة المسؤولة عن المرحلة. فلو في أي حاجة أنا شايفة أنها مش منطقية أو إشاعة برجع لها في على الخاص وبسألها، بتأكد من المعلومة إذا كانت فعلا إشاعة ولا حقيقي. لازم أتأكد، لازم أبعت للمشرفة بنفسها وأتأكد اللي تم، علشان خاطر إحنا كلنا عندنا أبنائنا في المدرسة وعندنا أولادنا، فلازم أتأكد من أي إشاعة بتتم. لا بتجاهلها، ما بحبش أعمل تداول لحاجة لو مش متأكدة منها. لو هو إشاعة بتأكد الأول إذا كان هو إشاعة ولا لا، لو في أي حاجة بقى ببلغهم هنا في المدرسة. لا بتأكد الأول، ما بمشيش وراه وبفضل بقى أسأل هل ده صح غلط. مصدر تمام صح أو غلط، لو صح هنشوف بقى الحل، لو غلط هنرجع للإدارة. يعني لو الكلام اتكرر كتير من أكتر من شخص بتبقى حقيقة مؤكدة، لكن لو مجرد واحد بس اللي قالها بتبقى مجرد إشاعة. لا اطلاقا اطلاقا، لازم تبقى الحاجه مؤكده. وانا بصراحه مش من محبي ترويج حتى لو الحاجه مؤكده، الا اذا كان مطالب ان انا ادي رايي فيها. لكن غير كده فكره ان انا انشر حاجه سمعتها حتى لو حقيقه ما بيستهونيش الوضع. احنا تيم مع بعض، فمن خلال مثلا بنتابع الواجبات، بنتابع اولادنا، بندي طرق مختلفه لازاي بنذاكر لاولادنا ونشاطهم. انما ما صادفنيش قبل كده ان يحصل اشعه او شيء. اللي عندي مسؤوليات كتير، مش هقعد بقى ورا اشاعه اقعد امشي وراها. بحب ان انا اتاكد من مصدر المعلومه. من اخواتي بخش على الفيس بتابع بسال بتاكد، لو المعلومه صح بعمل شير، لو المعلومه غلط خلاص. لا خالص بتاكد طبعا الاول. ما دام مش متاكده من الخبر ما بشيرهوش.